لو جيت فتحت المصحف على أكثر سورة في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مين هو شانئك ده؟ ويعني إيه أبتر؟ صديقي السورة دي من أكثر السورة اللي بتتقرى يوميا وأغلبنا ما يعرفش معناها، فتعالى كده بكل بساطة أعرفك معناها. زمان العرب كانوا بيهتموا جدا بالأنساب، يعني فلان ابن فلان ابن فلان وهكذا، فكانوا بيحبوا خلفة الأولاد لأن الولد ده هو اللي هيحفظ النسب، يعني لما تجيب سيرة فلان فلازم تعرف إنه ابن فلان، فهكذا بتذكر العائلة والقبيلة وكده والنسب، فهم كانوا بيحبوا ده جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان عنده 3 أولاد وتوفاهم الله وهم صغار، فكانوا لما بيجيبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كلامهم كانوا يقول لك محمد هذا ليس له ولد، إنه أبتر. أبتر يعني ملهوش ولد يحفظ نسبه ويكمل عنه رسالته. كان في بعضهم بيقول استنوا عليه بس كده لحد ما الموت يجي وياخده ونخلص منه ونخلص من الدعاءات ورسالته والكلام اللي هو بيقوله ده، فتربصوا به ريب المنون، استنوا عليه بس لحد ما الموت يجي كده ويخلصنا منه. فسبحان الله، إن شانئك إن مبغضك يا محمد ومبغض شريعتك ورسالتك هو الأبتر، هو المقطوع المنقطع عن كل خير وبركة. عارف كل اللي أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض شريعته توفاهم الله منقطعين عن الخير والبركة، يعني عن الإسلام، توفاهم الله كفار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى خلد اسم نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ورفعنا لك ذكرك عليه الصلاة والسلام.